ويقول: هل يلزم من قيام الحجة على غير المسلمين أن تفهم الحجة، أو أن مجرد نعم، إذا كان من بلغته الحجة يقدر على فهمه لو أراد فإنه قامت عليه الحجة، إذا كان يقدر على فهمها لو أراد ذلك فإنها قامت عليه الحجة، لأنه هو اللي فرض. نعم. أما إذا كان بلغه القرآن ولا يفهم معناه كالأعجمي، هذا لا بد يبين له معناه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، لا يزيدون الآن يقولون لازم يقتنع، لازم يقتنع، حتى لو فهم ما يكفي، لازم يقتنع. نعم.